متابعي الكرام، متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في واليكم الحصيلة اليومية. متابعي القناة فالحمد لله مباشرة من جرسيف، طبعا صفر حالة بالاقليم. وهذا النهار تزامنا متابعي قناة الشوف تي في مع زيارة وزير الصحة للجهة الشرقية. هذا النهار كانت عنده زيارة لجرسيف وتوريرت ووجدة بركان والناظور، والحمد لله صفر حالة بالمدينة، صفر حالة إصابة لهذا اليوم. فالمزيد من التدابير الاحترازية، المزيد من الكمامات، المزيد من المسافة الأمان والتباعد الاجتماعي والوقاية. متابعي قناة شوف تيفي، فالله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من المملكة المغربية. الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء. متابعي قناة، نتمنوا الخير من عند الله، نتمنوا السلامة والعافية للجميع. عثمان، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. عثمان، تحية طيبة، مساء المحبة، جمعة طيبة، جمعة مباركة لجميع متابعي قناة شوف تي في. ما عسى أن أقول الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. صفر حالة بإقليم جرسيف، وكذا كاين انخفاض ملحوظ نسبة الإصابات بالكوفيد 19، كاين انخفاض صاروخي بعد ما كنا تجاوزنا عتبة 5000 إصابة. متابعي قناة شوف تي في الآن ولينا كنسجلوا أقل من 200، أقل من 400، أقل من 500 إصابة بالمملكة المغربية ولله الحمد. حنا كنتواجدوا بمدينة جرسيف أو بإقليم جرسيف، فهذا النهار جرسيف كيسجل صفر حالة إصابة. متابعي قناة شوف تي في ولله الحمد، كاينة صفر حالة إصابة متابعي قناة شوف تي في ولله الحمد. فمساء الخير اخي عبد الله وكل المتابعين. شكرا ايمان من تيطوان، تحيه كبيره لايمان من تيطوان، متابعه وفيه لقناه شوف تي في. رغم ذلك ردوا البال، اقولها شكرا خديجه، رغم ذلك ردوا بالكم. والمزيد من التدابير الاحترازيه متابعي قناة شوف تي في. عثمان، يا ربي تلطف بنا، هذا مكان. حميد، سي عبد الله كيف الحال؟ شكرا سيدي حميد، الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله اقولها الحمد لله على كل شيء. متابعي قناه شوف تي في، نتمنوا الخير من عند الله، نتمنوا السلامه والعافيه للجميع متابعي قناه شوف تي في. والله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكه المغربيه متابعي القناه. فتحية للجميع متابعي قناة شوف تي في، تحية للجميع. سماكم ليسكم مبروكة، الله يحفظك يا حبيبي. تحية للجميع، تحية للأمن بإقليم جرسيف، الأمن الحمد لله والشكر لله. شكرا إيمان، وتحية للأمن بإقليم جرسيف. هذنا كانت زيارة ديال وزير الصحة لجرسيف، الحمد لله كانت مقاربة أمنية، كانت استتباب الأمن، كانت استقبال في المستوى. زار وزير الصحة جرسيف، وقف على التدابير الاحترازية ديال بدء عملية التلقيح. الحمد لله كانت زيارة ناجحة، كانت زيارة ناجحة ولله الحمد ولله. وتحية للأطر الطبية وللأطقم الطبية ولعمالة إقليم جرسيف، على رأسها عامل الإقليم وباشا الإقليم والقيادات وكاع الناس. الحمد لله صارين على أمن البلاد ديالنا، وصارين على حماية البلاد ديالنا. وما عسينا أقول إلا كانت زيارة ناجحة. هذا النهار من 8 الصباح وأنا في جرسيف، راني عاد راجع بحالتي الإقليم تازة. عجبني الحال، شفت أمور مزيانة. مشينا مع الوزير لجرسيف، شفنا الأمور تما كي دايرة، وصلنا حتى لتوريرت وشفنا الأمور عاوتاني كي دايرة ولله الحمد ولله الحمد الحمد لله. نتمناو إن شاء الله الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع. عفاكم ادعمني في قناتي عزيزة الموجي، دعموها في القناة ديالها، راه معنا على المباشر. ميمة، السلام عليكم. سلام يا أختي، فمرحبا بجميع متابعي قناتنا قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. وألف تحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، ألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناتكم قناة شوف تي في. فنتمناو الخير، اقولها نتمناو الخير والسلامه. تبارك الله على محمد ما فهمتكش يا اخي، ما فهمتك. تحيه لطريق السلامه، شكرا السيد ريس، شكرا محمد بودرباله. ما فهمتش يا اخي وليني، مرحبا بك، الله يوصل لك على خير يا رب. شكرا ايمان، ايمان من تيطوان، مرحبا بك اختي ايمان، الف تحيه لك. متتبعه وفيه لقناه شوف تي في ايمان، ايمان الف تحيه لك يا اختي ايمان. فالف تحيه لجميع متابعي قناتنا قناه شوف تي في، اقولها الف تحيه لجميع متابعي القناه قناتنا شوف تي في، مرحبا بكم. وداد على سلامتك الحبيب، وداد على سلامتك الحبيب، فتحيه لكم متابعي القناه. كنشكركم على التواصل ديالكم معنا، كنشكركم على هذا انكم معنا في هذا البث المباشر. فتحيه لجميع متابعي قناه شوف تي في. المزيد من التدابير الاحترازيه، المزيد من الكمامات، مسافه الامان، التباعد الجسدي والاجتماعي، والتعقيم والوقايه، فالوقايه خير من العلاج. اللهم اجعل بلدنا امنا، بلدا امنا، وسائر بلاد المسلمين. نتمنى الخير من عند الله، الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكه المغربيه. متابعي قناه شوف تي في من قلبي جرسيف، او من طريق وجهه الى تازة، صفر حاله بجرسيف. استودعكم الله والى اللقاء.